المسلمون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم صلاة وتسليما يقام بمقام امير الانبياء وامام المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، ونحن نودع الليلة 21 من ليالي رمضان المباركة، نتوجه الى مولانا صاحب العزة القائمة والمملكة الدائمة، نستغفره ونطلب منه الرحمة، فنقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم نثني على الله بما هو اهله فنقول اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ونطلع منه العون فنقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونتوب إليه فنقول تبنا إلى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا من الذنوب، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. ايها الاخوة الاعزاء، قسم الرسول صلى الله عليه وسلم رمضان 3 اقسام، فقال هو شهر اوله رحمة، واوسطه مغفرة، واخره عتق من النار. يبقى احنا في القسم دلوقتي اللي لادي اول ليلة القسم ايه؟ اللهم تقبل، اللهم تقبل، وحد الله يا مسلم. شتان بين رمضانهم وبين رمضاننا، اما رمضانهم فكان رحمة ومغفرة وعتقا من النار، واما رمضاننا فاقسام 3،
اوله مرق واوسطه حلق واخره خلق. يعني ايه؟ يعني صلى على النبي. احنا بنقسم رمضان على حسب الدنيا. العشر الاوائل يقول لك مرق، يعني نطبخ ونشرب فيهم المرق. العشر الاواسط حلق، حلق يعني ايه؟ كحك بسكوت وغريبة ومنين جالكم كلام. والعشر اللي هم عليهم التركيز اللي فيهم ليلة القدر، خلق نشتري هدوء ونشتري المدفات كأن ما كناش نشتري هدوم في رمضان. الدنيا خلصت، مش هنشتري مدفات يبقى الدنيا خلصت. سبحان الله، ان كناش نعمل كحك في رمضان لما دخل النور انتصر. اوعى تقول ده وش وحش، لو قلت كده تبقى اتركت بالله. تعرف ليه؟ لان النور انطفى بقضاء الله. النبي قال كل شيء بقضاء، كل شيء ايه؟ بقضاء. وربنا قال ان كل شيء خلقناه ايه؟ بقضاء. ويمكن اطفاء النور ده اهو اللي انت شايفه واحد ده اهو يكون خير، لان النبي قال ما اطفئ المصباح بين قوم الا غفر الله له. ما توحد يا اخي، ما توحد يا اخي. شوف احنا بنبص لايه والنبي بيقول ايه. يعني اما يدخل عليك واحد والنور ينطفي يبقى ربنا هيغفر لك. يبقى مش وش وحش. انت عارف يمكن طفي النور ده يكون فيه خير لايه؟ يمكن واحد يتخلى العمراء وهيطلعها، النور انطفي يجي ملها على عينه وشاك يقول لها غير من وشك واحفظي ده. يبقى خير ولا مش خير؟ قال لك سبحان الله، هو موسى مش قال له اخرقتها لتغرق اهلها او ليغرق اهلها في قراءة تانية؟ قال له اسكت، ما انا قايل لك ما تكلمش يا موسى. قال له امر الى الله. ماشي يا حي الوالد، سيدنا الخضر اداله وقت نزله بقى. قال له شبه اهو ده بقى ما تكونش حله، انما لما قتلك قال له ده شيء طور النوم الحيه، انت بتقتله ليه؟ قال له انا مش قلت لك ما تكلمش؟ قال له صحيح، اذا جبت لك سيره ثاني بقى ما تخلينيش امشي معاك. ماشيين دخلوا بلد من البلد اللي هي اثقل من كلب يزيد. قال له لا جبار هيروح سيدنا الخضر عامل بالنا وسيدنا موسى مناوي ناولني واشتغل بلد جبار. قام سيدنا موسى قال له بقول لك ايه؟ الناس دول ما رضوش يغدونا. نبني لهم جبار ليه؟ قال له هذا فراق بيني وبينك. قبل ما امشي قال له يا موسى انا عايز اديك نصيحه، لا تلومن لئلا تلام. ما تنظرش للناس بعين اللوم ابدا، انما التمس لاخيك 70 عذرا. خايف عليكم قال لك السلام عليكم، ايه النظر ضعيف ما خدش باله منا. ما تقولش ده فلان ده متكبر، خايف عليا ما قاليش السلام عليكم. رد عليك السلام قال لك اتفضل، ما تقولش ده بخيل يمكن ساكن في اوضه. يمكن لو قال لك اتفضل تعملها انت وتقول له طب يلا، يمكن ما عندوش كوبايه شاي يعملها لك. ها؟ فما تلومش الناس، ما تلومش الناس. قال له يا موسى، قال له نعم. قال له لمتني على انني خرقت السفينة خشية ان يغرق اهلها. انسيت يوم ودعتك امك في الماء وحفظك الله من الغرق. خد بالك، تنسيت لما كنت طفل لسه رضيع، رضيع لسه بليومين ثلاثة، لما المباحث الجنائية بتاع الفرعون بقى تدور في البيوت مين اللي تولد له ولد عشان يقتلوه. ما هي مصر طول عمرها مبتلى. شفت ابتلى برادي وغيته، انت بتأزأز سوداني، هو غيته وتساليه ان هو يأزأز رقاب الاطفال. يبقى قاعد كده اهو ومسك السكينة وعمال يقطع رقابي كده بالسلم. تصور هذا، شوف بلد تبتلى بهذا ويقول لهم انا ربكم الاعلى، الكل سقف يحيى ربنا الاعلى بالروح بالدم للدين. بلد تاريخها سيء وشعبها طول عمره مغلوب على امره. قال له ربنا حفظك ولا؟ قال له حفظني. قال له ما تلومنيش ان انا فرقت السفينه. طيب
لنصري على انني قتلت نفسا بغير نفس. الا فيك يوم قتلت رجلا من آل فرعون وقلت رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لك. قال له عفو. قال له اسكت. قال له لنصري على انني اقمت الجدار بغير عز. الا فيك يوم سقيت الاغنام لابنتي شعيب بغير عز. قال له سبحان الله. صدق السلام عليكم. جزاك الله خير. ها؟ بس. وحد الله لا اله الا الله. فمسألة التساؤم في رمضان وفي رمضان حرام. اذا ما تعملش الكحك يبقى السنة دي مش فايت. اذا العيال ما جابوش هدوم تبقى السنة دي مش فايت. اذا ما جابوش جزم. قال ده النهارده يعني عشان واحد يجيب في رمضان جزم وهدوم وكحك. السنة دي لابد يشتغل حرامي. لابد يكون اللي حرام. مين اللي حيقدر على الثلاث مصايب دول؟ دول ثلاث مصايب. لو ناس سيدنا عمر بن عبد العزيز ايه البنات؟ لان الله يرحمه كان مخلف 15. ها؟ فرحوا له البنات ليله العيد قالوا يا بنا غدا العيد وليس عندنا ثياب نلبسها، ثياب جديده. سيدنا عمر قال لهم انا عايش فيه. عمر بن عبد العزيز اللي هو كان بيملك امة تمتد من حدود سيبيريا شمالا الى ابواب باريس ومن حدود المحيط الهندي الى الصين، يعني امة لا تبعد عن الشمال، يعني من الصين لغاية باريس ومن سيبيريا لغاية المحيط الهندي، يعني راجل لو جمع مال الزكاة في عهده ما لقاش فقير واحد ياخد زكاة، يعني عقمت ارحام الدولة ان تلد مسكينا واحدا. خلاص لا مسكينه في عهد عمر بن عبد العزيز. قال طب الاموال المتلكينه دي هوديها فين؟ طب ما تحولها فطرة تحت اي رقم فطرة، يعني انا اهم الفلوس؟ ما الفلوس ايه؟ يلا ياكلوا مال النبي ويغمسوا بمال ابو هريره. زين ما السك يجري فارس في بريد ساعه. اه ما تحولها. قال لا دي مسؤوليه. امال يعمل ايه؟ اصدر قرار بان كل من عليه دين فقضاء دينه من بيت مال المسلمين. ها؟ مش بقى يقول لك انا هنزل منحه 10 فيها 10 ثانيه الناس هتقزقز بيهم ليه؟ ده جزء الجزمه ب 12 جنيه. ده في جزم في شارع سليمان ب 55 جنيه الدوق. ها؟ يعني لما واحد يجيب عياله يبقى كل واحد جزمه. واحد يا حبيبي مش عارف ابو 55 ده يعني هيدخل بيه الجنه شكله ايه؟ ريحته ايه؟ احنا كنا زمان واحنا صغيرين لما الواحد يلبس الجزمه كل ما يمشي بيه خطوتين يقلعه وينفضه من تحت. قال يعني هتنزل مكتوب. وكان الشمس يجمعها 50 ساعه. كنت تروح للجزمات ياخد مقاسك ويقول لك فوت عليا بعد شهر، فوت عليه بعد شهر يقول لك والله انا كنت خلصته بس جه الزبون قسته لقيته على قده فخده، يا عم قيس لك ثاني، ويجي يقيس لك طول السنه. الحاجه واحد مليار فلان هناك. اه طيب اللي عليه فين؟ يجي لعمر بن عبد العزيز، سد الديون كلها. فاضل المال فين؟ اصل ياخدنا بالبركه من الله. والله البركه من الله. يا اما تم مصر مليانه فلوس. يقول لك القناه بتدخل مش عارف مليار وشويه وسينا ها؟ واحنا في سينا ها؟ اتخلف معاك. شايف مكتب هو بس يعني احنا مش هنصدقك كشف مرك الساعي. طب ما تورينا يعني انظرونا نقتبس من نوركم. ادونا شويه ميه من الصباح حتى شويه ميه. ها؟ انما شوف البركه بتاعت ربنا يجمع مال الزكي ما يلاقيش مسكين واحد. يا ناس يا اهل الله اللي عنده مسكين يبلغ عنه. مش هنديش نتحارب ولا احنا هنديله فلوس. مفيش ذمه مستقيمه. طب ما كان ممكن كل واحد يقول انا مسكين، انما هيروح من ربنا فين؟ جمال عباره عن نار. نار ولع. اه طيب نأدي الديون ماشي. سد الديون فاضل مال كتير. يا ناس
اللي عنده عقد عايز يعتقه ياخد ثمنه من بيت المال ويعتقه حر لوجه الله. اعتق العبد وحب المال. سبحان الله يا سبحانك يا رب. شوف انت جرب المسألة دي. اما يبقى عندك ولد امين وقعده في المحل بتاع البقالة بتاعك هيزيد البقالة بركة. انما قعد حرامي هيخرب المحل. ما هو كل يوم بقى يخنصر علبة سجاير، زفت مغلي، عايز يشرب حشيش، عايز يلعب قمار، مفيش بركة. يبقى الايد الامينة مباركة. واحد الله. الفلوس زي ما هي عند عمر بن عبد العزيز اصدر قرار ثالث ايما شاب اراد ان يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين. بس شوف المشروعات اللي بيعملها ايه. شوف المشروعات اللي بيعملها بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. او المشروع اداء الديون. لان الدين هم بالليل غم بالنهار. ثاني مشروع اعتاق العبيد. الحرية لا تقدر بمال. ثالث شيء القضاء على العزوبة. ما فيش شاب يتنه عازب لان العازب شراركم عزابكم. جود. شوف المشروعات. شوف المشروعات عشان تعرفوا ان احنا فين وهم كانوا فين. شتان بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا اليه. مشروعات كبير. النهاردة احنا نفكر نبني الغبرة عشان نجيب الرقصين. نفكر نبني تحت كل عمارة دار سينما. قال يعني خلاص الدنيا السينمات يعني خلاص مش يبقى خلاص مات. خلاص. فني. نفكر مش عارف نعمل مشروع فني. نعمل دار موسيقى. نعمل معهد بنيه. نعلم فيه البنات الرقص. انما شوف العقليات الجبارة. راجل يقضي على الديون. يقضي على العبيد. يقضي على العزوبة. طب لو المجتمع عايز اكثر من كده ايه؟ انا عايزك توحد من لا يقبل ولا لا. قال لك طب هذا الرجل بالذات ما لقاش فلوس يجيب لعياله هدوء. قام وزير الماليه قال له يا امير المؤمنين اقرضك من بيت مال المسلمين. ما تاخد لك 20 سنه. نملى لك الثماره. سبحان الله. ثماره ايه؟ ثماره ايه؟ قال له انا سددتها امتى؟ قال له سدد كل شهر حاجة. قال له فاكلتك امك وهل اطلعت على اللوح المحفوظ فوجدتني ساعيش شهرا واحدا. سبحان الله. سبحان الله يا رجال. قال له طب وبناتك اللي ما عندهمش هدوم. بص لهم عمر كده وقال لهم يا بناتي ليس العيد لمن لبس الجديد انما العيد لمن خاف يوم الوعيد. شوف الرجال اللي اتربوا في مدرسة النبي اهدى الخليفة. يعني جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. سبحان موليها. شوف شوف بس الثقة في الله. طب ما ياخد لك قرشين. لا. طب وقابل ربنا ازاي؟ وقابل ربنا ازاي؟ قال لا. وليه بناتي ما يكونوش قدوة للناس؟ لا خلاص يبقى ما فيش فلوس يبقى ما فيش هدوم. والعيد بكرة يبقى ليس العيد لمن لبس الجديد. انما العيد لمن خاف يوم الوعيد. مثل النهاردة البيوت في رمضان يبقى شهر سهرة على المسلمين. كله شجار وكله مزاح وشهر القرآن. ورمضان كم شهر في السنة؟ رمضان 29 يوم او 30 يوم في السنة. يعني بدل ما نقعد مع ربنا نستغفر ونصلح فيه. ليه النساء تنكد على الرجالة فيه؟ يبقى راجل حالته تعبانة. وعارفة ان دخله لا يكفي اكتر من الرغيف وشوية الفول المدمس في الصبح. مفيش. ليه الثقة اللي فيه الكحك؟ وما كانش فيها من الكحك اللي قال هتموت. والله لو كانت الحكاية ما بقى الموت بحكاية الكحك ما كانش حد مات بقى. فكل الناس عملت كحك وما كانش حد مات. وليه الثقة اللي فيه انه يضيف هدوم في رمضان؟ طب ما هو يعني يعيده بأي لبس ولما ربنا يفرشها بعد العيد ما يتفرش. انما المصائب الثلاثة تجتمع في رمضان. الكحك والهدوم والنجاسات. طيب ما وضع حرام. لان ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها وفيها ثانية الا ما اتاها.
ولذلك النبي قال كده والله، قال النبي والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ان كان زوجها راضي عنها ربنا ما يقبل منها لا صلاة ولا صيام ولا عبادة ابدا. ان ما كانش جوزها يبقى راضي عنها الله لا يقبل منها شيء. ولذلك شوف كلام النبي، اول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة صلاتها وزوجها. شوف حط الفيل بجانب الايه؟ الصلاة. بجانب الصلاة. يعني ما تروقيهوش، ما تخلوش يعمل استمارة، ما تخلوش يدين عشان كحك. كحك ايه اللي انت جيته لا ايه كحك ايه؟ قال طب ما تاخد تشتري كيلو كحك. يعني ايه كحك هيعمل ايه؟ قال ايه الهدوم لابد تكون قبل العيد ليه؟ مين اللي قال ان العيد عايز هدوم جديد؟ مين اللي قال؟ ربنا قال كده؟ النبي قال ان كانش انسان يعيش في هدوم جديدة تدوى محاله من النار. ما حصلش. يبقى ليه احنا ما ياخدش الامور ببساطة؟ والعشر ليالي اللي فاضلين اللي فيهم ليلة القدر ليه ما نقعدهمش مع ربنا في قراءة القرآن وفي الاستغفار؟ كلنا نستغفر الله 100 مرة ونقرا جزء قرآن ونصلي على النبي 100 مرة ونقوم الليل نصلي ركعتين قبل الفجر، قبل الفجر ما يبدا قبل السحور نصلي ركعتين حتى يكتبنا الله عنده في من قام ليلها وصام نهارها. اسال الله ان يقبل الاعمال وان يصلح الاحوال. اللهم اقبل الاعمال واصلح الاحوال واغفر الذنوب وتب على كل عاصم. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وتقبل اعمالنا. واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.